السلام عليكم ورحمة الله، عدنا. ازيكم يا ناس، عاملين ايه؟ مازال معكم محدثكم عنخس امون الشهيرة بأميمة، قناة عنخس امون كروشيه. عاملين ايه؟ ايه رأيكم النهاردة ان شاء الله نكمل الجزء الثاني من مارد وشوشني؟ ان شاء الله هنعمل الايدين، العين والقرنين الصغننين، ونبدأ نركبه ان شاء الله. ايه رأيكم؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال، نبدأ. هنيجي نبدأ نعمل أول حاجة إن شاء الله الصوابع بتاعت الإيدين، وهنبدأ باللون الأبيض. هنيجي نعمل دايرة سحرية ونعمل فيها 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، 2 3 4 5 6، ونقفل الدايرة السحرية طبعا. بعد ما قفلنا الدايرة السحرية، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 2 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 8 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 2 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 8 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 ثابت على 8 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 8 غرزة حشو، اللي هنيجي نعمله بعد كده ان شاء الله هنغير اللون للون الجزم، ونعمل كمان 7 سطور ثابتين على 8 غرزة حشو. هعمل ال7 سطور الثابتين وارجع اقول لكم هنعمل بعد كده ايه ان شاء الله. بعد ما خلصنا ال7 سطور الثابتين على 8 غرزة حشو، هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نعمل كمان 3 صوابع، عشان كل ايد هيبقى فيها ان شاء الله 4 صوابع. فهنيجي دلوقتي نشبك التاني كده ونشتغل عليه 4 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. وهنيجي نجيب الصباع الثالث ونشتغل عليه 8 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. خمسة، 6 7 8. وهنيجي على الصباع التاني ونعمل كمان 4 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. وبعدين نرجع على الصباع الأول ونعمل 8 غرزة حشو. 1 2 3 4 5
ستة، سبعة، تمانية، والسطر ده هينتهي معانا على 24 غرزة حشو اللي هنعمله معانا بعد كده إن شاء الله. كمان سطرين ثابتين على 24 غرزة حشو. هعمل السطرين بعد ما خلصنا السطرين الثابت على 24 غرزة حشو، هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي نشتغل في الايد اللي معانا ديت 3 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1، 2، 3. وبعدين هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنجيب القطعة الأخيرة، هما المفروض هنا ان هما 8 غرزة حشو، فاحنا هنقفلها الناحيتين على بعض فهتبقى معانا 4 بس. هنيجي نحط الأربعة دولت ونشتغلهم على 4 هنا، ماشي الحال؟ دول 3 هنكمل 4. خمسة، ستة، ستة، سبعة، ونكمل بقية 24 غرزة عادي. 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 1، 1، 2، 3، 4. بصوا يا جماعة، ده هيبقى الإبهام كده من الناحية دي، عشان لما نيجي نحطها المارد وشوشني تبقى واحدة من الناحية دي. هنيجي نعمل ايه بقى في الإيد التانية؟ هنيجي نجيب الإيد التانية ونعمل فيها حاجة مختلفة عن الأولانية، بس عشان تبقى واحدة يمين وواحدة شمال. هنشتغل الأول 9 غرزة حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،
وهنيجي نجيب برضو القطعة الأخيرة ونشتغل عليها وهي مقفولة. ثانية واحدة يا جماعة، وهنيجي نكمل 10 11 12 13 ونتأكد يا جماعة ان العدد مظبوط، ان احنا واخدين 4 هنا مع 4 بس هنا. وهنكمل بقية 24 غرزة عادي زي ما عملنا هنا. بعد ما نخلص ال 24 غرزة هنا، انا هعملهم ورا الكاميرا. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 24 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 6 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 21 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 وتناقص. على فكرة يا جماعة، احنا كان الاختلاف بس في تركيب القطعة الاخرانية، وبعد كده هنكمل الايدين الاتنين زي بعض بالظبط. 6 حشو تناقص، واللي هينتهي معانا على 21 غرزة حشو. بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 21 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 5 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 18 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، 1 2 3 4 5 بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 18 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 4 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 15 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 15 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 3 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 12 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، 1 2 3. بعد ما خلصنا سطر 3 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 12 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 28 سطر ثابت على 12 غرزة حشو. وطبعا هنخلي بالنا واحنا ماشيين، هنبدأ نحشي بالتدريج عشان
القطعة تبقى ضيقة قوي ان احنا نحشيها كلها مرة واحدة. خلي بالكو هعمل 28 سطر وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا 28 سطر ثابت على 12 غرزة حشو، هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نحط واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية التانية، ونخلي بالنا من اتجاه الابهام. ماشي الحال؟ ماشي الحال. نيجي نحطهم هنا كده دلوقتي، وهنعمل ايه بعد كده ان شاء الله؟ هنيجي نجيب الخيط الابيض عشان نبدأ نعمل القرون الصغننين بتاعت ماري دفندي وشوشني. هنيجي نشتغل 6 غرزة حشو دايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، ونيجي نقفل الدايرة السحرية. السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى واحدة بس تزايد وخمسة غرزة حشو، واللي هينتهي معانا على 7 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد وخمسة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. السطر الجديد معانا هيبقى ان شاء الله تزايد و6 غرزة حشو، واللي هينتهي معانا على 8 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. بعد كده ان شاء الله السطر الجديد معانا هيبقى واحدة تزايد و7 غرزة حشو، واللي هينتهي معانا على 9 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، 7. السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى تزايد و8 غرزة حشو، واللي هينتهي معانا على 10 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، 7، 8.
وهنيجي نعمل منزلقة ونقص الخيط الأبيض. بعد كده هنيجي نشبك الخيط بتاع لون الجسم ونيجي نشبكه في الحلقة اللي ناحيتنا، بس الحلقة الأمامية. ونعمل سلسلتين ارتفاع، وبعدين هنيجي نشتغل 10 غرزة حشو، 10 غرزة نص عمود. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهنيجي نعمل منزلقة ونقص حتة طويلة شوية من الخيط عشان التركيب. ونحط فيهم حبة فايبر صغننين طبعا، وندخل الخيوط دي من جوه. ماشي، هنضف بقية الخيوط واجي اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بعد ما نضفنا بقية الخيط وحطينا فيها حبة فايبر صغننين كده، هنيجي نحط واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية التانية، ونسيبهم برضو دلوقتي، هنبقى نظبطهم بعدين. هنيجي نعمل ايه بعد كده بقى ان شاء الله؟ هنجيب الخيط الفور ايفر ونبدأ بالاسود عشان نعمل العين. هنشتغل 7 غرزة حشو في دايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بالابرة رقم 1 الا ربع. 1 2 3 4 5 6 7 ونقفل الدايرة السحرية. بعد ما قفلنا الدايرة السحرية، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر تزايد على كل الغرز، واللي هينتهي معانا على 14 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، بعد ما خلصنا سطر تزايد على كل الغرز واللي انتهى معانا على 14 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله
هنقص الخيط الاسود ونشبك اللون اللي احنا هنعمل بيه العينين. انا ينوت زي ما قلتلكوا هنعملها اخضره، لو تحبوا تعملوها بنيه او ازرقه طبعا يرجع لكم. السطر الجديد ان شاء الله هيبقى سطر تزايد وواحده غرزه حشو تزايد وواحده حشو، واللي هينتهي معانا على 21 غرزه حشو. بعد ما خلصنا سطر واحدة حشو وواحدة تزايد واللي انتهى معانا على 21 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله يبقى 2 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 28 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 وتزايد 3. بعد ما خلصنا سطر 2 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 28 غرزة حشو، هنعمل ايه بعد كده؟ ان شاء الله هنقص الخيط الزيتي ونشبك الخيط الابيض. السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 3 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 35 غرزة حشو. بس السطر ده يا جماعة مش هنشتغله في الحلقتين ويا بعض، هنشتغله في الحلقة الخلفية فقط. هنشتغل 1 2 3 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 3 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 35 غرزة حشو، هنرجع نشتغل في الناحيتين ويا بعض تاني. والسطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 4 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 42 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد 1 2 3 4. بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 42 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 5 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 49 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 49 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 ثابت على 49 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 49 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 6 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 56 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد 1 2 3 4 5 6. بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 56 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 7 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 63 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد 1 2 3 4 5 6 7.
بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 63 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 63 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 63 غرزة حشو هنيجي نقص الخيط الابيض، وبعدين نجيب إبرة تنظيف ونحط فيها خيط من الفور إيفر الأسود، ونيجي نعمل إيه بقى؟ هنيجي نخش نوت من عند اللون الأخضر من عند البداية بتاعته، ونبدأ نحدد اللون. هنعمل سراجة عادية خالص عشان نحدد اللون. بصوا، كده هندخل ونخرج ندخل ونخرج لحد ما نحدد الداير كله. هحدد الداير وارجع اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا تحديد النني باللون الاسود هنيجي نعقد الخيط، ونأمنه كويس طبعا، ونقص الباقي. طبعا الحاجات دي هتتدارق اما نيجي نركب العين، هتبقى من جوه فمش مشكلة ان احنا نقصهم، يعني هما مش هيبانوا اصلا. هنيجي بعد كده نعمل ايه بقى؟ هنيجي نعمل الضي بتاع العين. لو تحبوا طبعا تعملوه زي ما انا بعمله، انتوا عارفين ان اميمة بتحب تعمل ضي باللولي. لو عندكم لولية صغننة أبيضة أوكي هنركبها بإبرة الخياطة العادية، لو ما عندكوش بإبرة التنظيف وحتة من الخيط الأبيض، ونعمل غرزتين صغننين هنا كده. ماشي الحال؟ ماشي الحال. هركب دي وارجع أقول لكم هنعمل إيه بعد كده إن شاء الله. بعد ما عملنا الضي بتاع العين هنعمل إيه معانا بعد كده إن شاء الله؟ هنيجي نجيب الخيط لون الجسم نشبكه في العين، نرتفع سلسلتين، ونشتغل سطر ثابت على 63 غرزة نص عمود في الحلقة الأمامية فقط، مش في الحلقتين ويا بعض، لأ الحلقة اللي ناحيتنا. هنشتغل سطر غرزة نص عمود، 1، بسم الله الرحمن الرحيم، 2، 3، وهكذا لحد ما نخلص السطر. هخلص السطر وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 63 غرزة نص عمود في الحلقة الأمامية فقط، وبقت معانا العين بالشكل ده، هنيجي نعمل منزلقة ونقص طرف طويل شوية من الخيط عشان التركيب.
ونيجي نحطها هنا شوية. آخر حاجة معانا إن شاء الله الجفن بتاع العين. هنيجي نجيب خيط لون الجسم ونعمل 30 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. ونيجي نعمل واحدة ارتفاع ونعمل غرزتين حشو. 1 2. وبعدين 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 3. وبعدين هنعمل 5 غرزة عمود ب2 لفة. هنلف الخيط مرة 2، وبعدين هنيجي نسحب اول 2 ل2 التانيين، وبعدين اخر 2 معانا. مرة كمان 1 2 ل2 التانيين، التالتة 1 2 ل2 الأخرانيين، الرابعة 1 2 وال2 الأخرانيين، الخمسة نطلع من 2 ل2 التانيين وآخر 2. ماشي الحل؟ وبعدين هنعمل 10 غرزة عمود ب3 لفة. 1 2 3. وبعدين هنيجي نعمل، ناخد الاتنين الاولانيين، الاتنين التانيين، تلاتين والرابع. 1 2 3. بعدين هنعمل التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة.
وبعدين هنكرر اللي كانوا من الناحية دي. هنعمل 5 عمود باتنين لفة، 1 2 3 4 5 وبعدين هنعمل 3 غرزة عمود بلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 وبعدين 2 غرزة حشو، 1 2 وبعدين هنقص حتة طويلة شوية من الخيط عشان التركيب. وبعدين هنيجي نجيب القطعة بتاعتنا، طبعا واحنا بنركب العين هنا هوت عشان تبقى بارزة شوية هنحط تحت منها حاجة بسيطة من الفايبر. خلاص شكله بدأ يبان ازاي. Thank you.
ونيجي واحنا بنحط الايدين نخلي بالنا ان الابهام دايما هيبقى من الناحية دي، مش من جوه، مش من بره كده، لا كده، بصوا من جوه من هنا. باين هنبدأ بقى ايه، نلضم كل طرف خيط من دوت في إبرة التنظيف ونبدأ نركبه، لأن أنا طولت قوي في الفيديو وطولت عليكو، هروح أركبه واجي أوريكو شكله النهائي إن شاء الله. بعد ما ركبت الأجزاء وبقى معايا مارد وشوشني بالمنظر ده، أقدر أقول لكم تم بحمد الله. مارد أفندي وشوشني أهم شخصيات شركة المرعبين المتحدة وأهم الموظفين فيها. تم بحمد الله، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأستأذن دلوقتي عشان أخد مارد أفندي وشوشني نطلع الدور التاني عند مدام عفاف، نمضي التقرير ونروح. السلام عليكم ورحمة الله.